ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. إليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا الإمام الرؤوف، ثم إلى مولانا بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونائبه ولي أمر المسلمين الإمام الخاملئي دام ظله الشريف، والأمة الإسلامية جميعا، نعزي بذكرى شهادة باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. مشاهدينا الكرام، نستكمل وإياكم حلقات برنامجكم المتميز مواكب النور، وحيث إننا نمر بذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، سوف يكون الحديث عنه عليه السلام ثائرا بوجه الظلم والطغيان والجور. الكاظم، وهذا أبرز ألقابه، إنما لقب به لكظم غيظه على ما فعل به الظالمون وبشيعته من التنكيل والاضطهاد، ولقد لاقى من المحن ما تنهد لهولها الجبال، حتى قضى شهيدا مسموما في ظلمات السجون، صابرا محتسبا كآبائه وأجداده عليهم السلام. ويلقب بالعالم، لقد كان أفقه أهل زمانه وأعلمهم، وقد أخذ العلماء عنه فأكثروا، ورووا عنه من فنون العلم ما ملأ بطون الدفاتر، وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة المروية عنهم بالأسانيد المتصلة. لقد كان يعرف بين الرواة بهذا العلم العالم، فقد شهد له بوفرة علمه أبوه الإمام الصادق عليه السلام، إذ كان يقول لأحد أصحابه: يا عيسى، إن ابني هذا الذي رأيت لو سألته عما بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم. وقال فيه أيضا: وقد علم الحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس وما اختلفوا فيه من أمر دينهم ودنياهم، وفيه حسن الخلق وحسن الجواب، وهو باب من أبواب الله عز وجل، وفيه أخرى خير من هذا كله. ويلقب بالعبد الصالح، لقد كان عليه السلام أعبد أهل زمانه، وكان يدعى بهذا اللقب لعبادته واجتهاده، وهو القائل لما أودعه هارون العباسي في ظلمات السجون شاكرا لله على تفرغه لطاعته: اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن أتفرغ لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. ويقول الإمام الخامنئي دام ظله عن هذه المرحلة: إن حياة موسى بن جعفر، أي إمامته، بدأت في أصعب المراحل والمقاطع الزمنية، فباعتقادي لا يوجد عصر من بعد عصر الإمام السجاد عليه السلام بشدة وصعوبة عصر موسى بن جعفر عليه السلام. فموسى بن جعفر عليه السلام صار إماما عام 148 بعد وفاة أبيه الإمام الصادق، وفي هذا العالم كانت أوضاع بني العباس قد استتبت بعد فراغهم من الصراعات والخلافات والحروب التي كانت دائرة فيما بينهم في بداية حكمهم. مشاهدين الأعزاء، نذهب سويا لمتابعة هذا التقرير ثم نعود. حين تتوجه لضريح الإمام موسى بن جعفر وحفيده الإمام الجواد تقرأ لوحة ضوئية ترتقي باب الصحن الخارجي، مكتوب فيها قوله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أجل، فهو الإمام ابن الأئمة والرسول ووالد الأئمة الميامين، يتوسط سلسلة الذهب النبوية الإلهية، هذه السلسلة التي اصطفاها الله تعالى لخلقه من نسل فاطمة وعلي والرسول، فتنوعت أدوارهم وصبت في هدف واحد هو التمسك بحبل الله المتين وربط الأمة بخالقها. فقد مثل أئمة الهدى قرآن الله الناطق، وهو الأمر الذي لم يرق للطواغيت
الذين ناصبوا جهدهم وكادوا كيدهم لمحو الأثر الإلهي من الأرض. وكان إمامنا الكاظم عليه السلام أنموذجا للثبات والصبر والصرخة الصامتة الرافضة بوجه كل الانحراف السلطوي عن شرعة الله، ولكن رغم صمتها كانت مدوية في ضمائر المسلمين، تؤجج روح الثورة وتلهم المؤمنين الصبر والمواصلة في طريق ذات الشوكة اللاحب. فمن المدينة المنورة وطيبة النبي يقتادون موسى الكاظم عليه السلام مقيدا بالحديد ليودعوه السجن بعد السجن والطامورة بعد الطامورة، ثم يسقى السم ليكون قمرا وشمسا شهيدة على جسر الرصافة، ليسجل لنا التاريخ أن الأئمة الشهداء لن يموتوا بموت الجسد، بل أحياء في القلوب المؤمنة يلهمونها التقوى والصبر والسداد ومواجهة الطواغيت مهما تفرعنوا. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا، ونرحب بالنيابة عنكم وبالأصالة عنا بضيفنا العالم العزيز فضيلة الشيخ محمد اللبابيدي، عضو تجمع علماء المسلمين والأمين العام للإفتاء الفلسطيني والمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه. وكذلك نرحب بفضيلة الشيخ عبر الإنترنت مصطفى أبو رمان، باحث وداعية إسلامي من الأردن. حياكم الله شيخنا العزيز. الله يحفظكم. شيخنا العزيز، الإمام الكاظم عانى كثيرا، هذه الليلة هي ذكرى استشهاده عليه السلام. والإمام الكاظم كمثل آبائه وأهل البيت والذرية الطاهرة عانوا كثيرا في سبيل مقارعة الظلم، في سبيل أن يقفوا موقف الحق. إذا يمكن أن تخبرونا والمشاهدين شخصية الإمام الكاظم، جهاده، اضطهاده، معاناته، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صادق الوعد الأمين إمام المجاهدين والمرابطين على الثغور سيدي أبا القاسم محمد، اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين. بداية سيد فضل، عظم الله أجوركم وأجوركم وأجورنا الله بمصابنا الأليم، بعمنا الإمام الكاظم عليه السلام. طبعا كما أسلفتم، هو نهج آل بيت النبوة من لدن الإمام علي عليه السلام، نعم، إلى الإمام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه، إلى السلسلة المباركة الكريمة الطاهرة من آل بيت النبوة والأئمة من آل بيت النبوة. نعم. ولكن لنقف بضعة مواقف مع الإمام الكاظم تحديدا. نعم. من تسميته الأولى والأشهر وهي الإمام الكاظم، يظهر لك الخلق النبوي الأصيل فيما يتمثل بموضوع كظم الغيظ. هذه السنة النبوية التي اليوم نعاني من فقدانها، تكاد تكون معدومة، يعني أنا نعم. عشان من سيء الظن، يعني نعاني من فقدان فيها. اليوم لا يستطيع أن يتمكن من كظم الغيظ إلا الكريم الأصيل الذي يتمتع بالصفات النبوية الأصيلة. الإمام الكاظم عليه السلام كان يتمتع بهذه الصفات من جده الأكبر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الكثير من الصفات كانت للإمام الكاظم، كلها كانت من صفات آل البيت. هذا الجهاد، هذا النضال، هذا رفض الفساد،
هذا النهج الذي انطلق به وكان أكبر انطلاقة من آل البيت على يد الإمام الحسين عليه السلام. نعم. حينما نادى: ما خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. طلب الإصلاح، فإنما الأمر كان هو فساد في الأرض وإفساد. ولو لم يكن هناك فساد ما خرج الإمام الحسين. ما كان طالب ولا طامعا في مجد دنيوي أو ما يسمى اليوم كرسي الحكم أبدا، إنما الفساد إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظروا قيام الساعة. هذا الأمر الذي انطلق منه الإمام الحسين، وآل البيت كلهم كانوا على نهج الإمام الحسين عليه السلام وعلى نهج الإمام الحسن. حتى في معركة الإمام الحسن ودرئه للفتنة كانت مشروطة، وليس كان هناك مثل ما بيصور البعض أنه ثم التخاذل أو انهزام للإمام الحسن. أبدا ما كان هذا الأمر بهذا الشكل، إنما هو انتصار وهو معركة كانت، والكريم والأصيل هو من ينتصر بأقل الخسائر. فكانت معركة الإمام الحسن، ومعركة الإمام الحسين كانت واجبة بهذا الشكل وبهذه الحيثية. معركة الإمام الحسين لم تكن هزيمة. مولانا العزيز، ذكرتوني في اختلاف نوعية المعارك مع الأئمة. أكيد. هذا يعني مثلا الإمام الحسن صالح، الإمام الحسين ذهب إلى كربلاء بأهله وكذا. نعم. يختلف. الإمام الباقر كان يعلم ويدرس. صحيح. جهاد. صحيح. من نوع آخر. صحيح. والإمام الكاظم وهكذا. نعم. يعني هو ممكن نستطيع أن نقول أن هناك هدف واحد ولكن أدوار متعددة. 100%. نعم. وسبحان الله، وكأنه الله عز وجل قدر لآل البيت هذه المعاناة في حياتهم وهذه النهاية الخاصة. نعم. التي تمثلت بالشهادة. هذه النهاية كما أسلفنا في حلقة اليوم الماضي غدا أمس، ليست لأي إنسان أن ينال هذا الشرف الكبير. اصطفاء إلهي. أبدا. وكأن الله عز وجل اصطفى آل النبوة كما اصطفى الأنبياء والمرسلين. وقدر لهم حياة مليئة بالصعاب، باختلاف الصعاب، منها الحكم، منها الحرب، منها التبليغ والتعليم، منها 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 منها، كل هذه الصعاب مرت على آل البيت بكل أشكالها. وكأنه الله عز وجل أراد أن يرفع شأنهم في الدنيا كما رفع شأنهم في الآخرة بين الناس، في حتى في السير. وهذا كان الأمر الذي يعني يتمثل انتصار كربلاء وعاشوراء في كلمة السيدة زينب حينما عادت مع قافلة السبايا: والله لن تمحو ذكرنا. وهنا تكمن الانتصار، وهنا بهذه الكلمة يكمن الانتصار. لم يمحى ذكر آل بيت النبوة من زمن كربلاء الحزينة إلى يومنا هذا، إنما اليوم حينما يذكر معاوية ويزيد ماذا يقال، وحينما يذكر الحسين والحسن عليهما السلام ماذا يقال؟ من الذي محي ذكره؟ الله. من الذي انتصر بسيرته العطرة؟ هذا النهج تربى عليه آل بيت النبوة كلهم، وكان منهم الإمام القاظم عليه السلام. حتى في جهاده وتبليغه مع المعاناة والسجن مرات ومرات، الخليفة المهدي، الخليفة الهادي، كلهم سجنوا الإمام الكاظم ومن ثم أطلقوا سراحه. حتى هارون سجنه في البداية وبعد فترة أطلق سراحه. لماذا؟ حتى في سجنه
تمكن من أن يكسب قلوب سجانه وقلوب المسجونين معه. هذه تهوي إليه أفئدة الناس. أنا يعني وكأني عم بشوف هيك لقارب أنا وياك، كأني عم بشوف المشهد مثل ما كأنه اليوم عم بيصير. هذه المعركة كلها ليضيعونا عن فلسطين ولينهوا ذكر فلسطين، وفلسطين باقية. والمقاومة باقية، وهذا المحور كله من من إيران الإسلام إلى فلسطين إلى كل هذه البقاع المقاومة باقية. صحيح. ما استطاعوا إنه ينهوا ذكرنا. والله ما استطاعوا. لن تمحوا ذكرنا. أبداً. ولا استطاعوا أن يحطوا من عزيمتنا. نعم. كل ما أقصوا الصعاب علينا كل ما هذا كأنه الماس حينما يعرض للصعاب والنار يزداد جلاء. الله أكبر. صدق. وكأننا اليوم بنفس المعركة. صحيح. هي المعركة التي قال عنها سماحة السيد القائد مد ظله الوافر السيد علي الخامنائي، معركة الحق مع الباطل. أهل الدنيا مولانا العزيز لا يفهمون ما معنى الانتصار. هو يظن هذا الحاكم الظالم إذا ينتصر على معارضه، هو يظن ومثلا انتصر عليه وأخذ الحكم وقعد الكرسي على الكرسي، هذه هي الغاية الأسمى بالنسبة لي وانتصر. لكن وفيما بعد ما هو ثم ماذا؟ لكن الانتصار عند أولياء الله وعند أهل البيت عليهم السلام معنى آخر. لذلك يقولون في معركة كربلاء انتصر الدم على السيف. معركة دم انتصر على السيف. معركة كربلاء كانت مدد من الله عز وجل. ايه؟ من بداية القرار في الخروج من المدينة كان انتصار. من بداية القرار من الخروج في الخروج كان انتصار. ثبات الإمام الحسين عليه السلام 10 أيام في هذه الـ يعني إذا بدنا نقيس بس القاعدة العسكرية، هذه المجموعة التي يعني ببعض الروايات ما وصلت إلى 70 شخص مع الإمام الحسين. نعم. بأحسن الروايات يمكن. صحيح. ومقابل آلاف مؤلفة من الجيش. كأننا اليوم بكربلاء العصر. صحيح. غزة، كل هذا الحرب من كل أنحاء العالم بكل القوى اجتمعت على قلة قليلة من الناس، ولم تستطع أن تفت من عددهم. ما زالت لغاية اليوم. اليوم الشاب المجاهد يطلق قذيفة الياسين أو الشواظ من مسافة صفر. صحيح. أليسوا كانوا أصحاب الحسين كانوا على المسافة صفر؟ حينما كان يخرج منهم المقاتل، حينما خرج القاسم عليه السلام بين يدي عمه، ألم يكن يقاتل من المسافة صفر؟ وكان عالما أنه ربما لا يرجع، وكان على يقين بهذا الأمر. صحيح. بيقين على الشهادة. ألم تكن هذه المسافة صفر؟ لا. اليوم لمن لا يعلم الأمر العسكري، قذيفة الشواظ التي يستعملها المجاهدين في غزة على الآليات العسكرية، قذيفة لا تطلق من بعد، إنما هو يجب إطلاقها من النقطة، ولا يجد لديه وقت المجاهد إلى الاختباء من شظاياها أكثر من 6 ثواني. فكثيرا من المجاهدين يخرج ليضع قذيفة الشواظ على الآلية وهو متيقن أنه شهيد. هذا الأمر سيد عم نحكي وكأن اليوم أشبه بالأمس، وكأن هذا الجهاد مستمر لا يتوقف أبدا. جيد. يعني نستكمل هذه النقطة بالنسبة لهذا، يعني مسافة صفر وهذا الاهتمام. نعم. وهذا الشجاعة وهذا الجهاد وخذلان الآخرين وخاصة القريبين، وهو أشد كما ذكرنا. نعم. بالأمس أشد مضادة. نعم، نؤكد على ذلك إن شاء الله بعد الفاصل مولانا العزيز. أيها المشاهدون، نذهب إلى فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. ونرحب بفضيلة الشيخ مصطفى أبو رمان، باحث وداعية إسلامي من الأردن. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن تحدثونا عن شخصية الإمام الكاظم وجهاد الإمام الكاظم ومعاناة الإمام الكاظم
ووقوفه في مواجهة الظلم والاستبداد. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تسجيل. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا ومشاهدين والأخوة قناة الأصيل، وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. سيدي ومولاي الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الإمام السابع من أئمة أهل البيت، وهو يعني حين نأتي إلى التعريف بموسى الكاظم المميز فهو ابن جعفر الصادق وجده محمد الباقر. وكذلك عندما نتكلم عن هؤلاء الآباء لهذا الابن، سنجد أن موسى ابن جعفر ابن محمد الباقر عليهم السلام يعني آباءه يعني من أعيان الأئمة، وكلهم أعيان وكلهم عظماء وكلهم يعني ذو مكانة مميزة، ولكن كان الإمام الباقر وجعفر الصادق يعني والده وجده من العلماء المعروفين لدى السنة والشيعة. نجد يعني في الجرح وفي كتب الجرح والتعديل أن هؤلاء الأئمة يعني لهم ميزتهم الخاصة، سواء كان موسى الكاظم عليه السلام أو أبوه أو جده أو حتى بعد ذلك ذريته كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ولد الإمام موسى الكاظم بالأبواء بين مكة والمدينة يوم الأحد في السابع من شهر صفر سنة 128، وأولم الإمام الصادق عليه السلام عند ولادته فأطعم الناس 3 أيام، وله يعني الصفات الخلقية والخلقية منذ صغره، فهو يعني صاحب الوجه الحسن وكذلك البنية الكاملة، ربع القامة، كث اللحية، إلى غير ذلك من أوصاف وصف بها. أما أوصافه الخلقية التي تخلق بها فذكره كثير من الأئمة والعلماء، علماء السنة والشيعة في كتب التراجم، فقالوا هو العبد الصالح، وقالوا هو الكاظم، وهو الصابر، وهو الصالح، وهو الأمين، وهو باب الحوائج، وذو النفس الزكية، وزين المجتهدين، والوفي، والزاهر، والمأمون، والطيب، والسيد، إلى يعني هذه الأوصاف لم تتحقق إلا في قليل من العلماء والأئمة، وتحقق بها سيدي ومولاي الإمام موسى الكاظم. وكان نقش خاتمه الملك لله وحده، وله من الأبناء الكثير، علي الرضا طبعا أولهم، صاحب المقام المعروف المشهود علي الرضا، وإبراهيم والعباس والقاسم وإسماعيل وهارون والحسن وأحمد ومحمد وحمزة وعبد الله وإسحاق وعبد الله وزيد والحسن والفضل وسليمان. إذن له من الذرية ما شاء الله من الذكور، ويكفي أن نذكر من الإناث فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى اللواتي يعني لهن المقام المعروف المشهور. كذلك يعني كان له يعني في أتباعه من يذكر سيرته أو من يمدحه في شعره، وكان له في فترته فترة مميزة، فهو يعني عندما نقول ولد في 128 إذن هو عاصر الكثير من الملوك عصره، وهم المنصور ومحمد المهدي وموسى الهادي وهارون الرشيد. عاش فترة من عمره في ظلمات السجون، فقد سجنه المهدي العباسي ثم أطلقه، وسجنه هارون الرشيد في البصرة عند عيسى بن جعفر، ثم نقله إلى بغداد عند الفضل بن الربيع، ثم عند الفضل بن يحيى، ثم عند السندي ابن شاهد، وتوفي وقبض عليه السلام في يوم الجمعة في 25 من شهر رجب سنة 183 متأثرا بسم دسه إليه هارون الرشيد. إذن هو هذا اليوم الذي توفي فيه مولاي
الإمام موسى الكاظم عليه السلام رحمه رضي الله تعالى عنه وسلام الله عليه، ونفعنا الله ببركاته وبركات جميع الأئمة من آل البيت عليهم السلام. ودفن طبعا في المقام المعروف الذي الآن يعرف في بغداد بالكاظمية في جانب الكرخ في مقابر قريش، وقبره اليوم الحمد لله ينافس السماء علوا وازدهارا، وعلى عتابه يعني وفي جنباته نرى يزدحم ألوف المسلمين يوميا من شرق الأرض ومغربها لزيارته والتطوف حول ضريحه الأقدس. موسى الكاظم عليه السلام باب الحوائج، يعني في وهو الإمام السابع طبعا كما تعلمون، بين آبائه وأبنائه ربما تكون فترته مميزة بمن عاصر من أولئك الملوك الذين ذكرنا، فكانت فترة فعلا مميزة بما كان فيها وما قبلها وما بعدها. هذه الفترة المميزة احتاجت إلى إمام ليبقي دعوة الله عز وجل ورسالة الإسلام، فكان المجاهد بها والذي كان يعني لتلاميذه وأتباعه ينقل لهم علوم آل البيت عليهم السلام، حتى وصلت إلى هذا الزمان بجهود هؤلاء الأئمة عليهم السلام. إذن موسى الكاظم عليه السلام تلك الفترة التي عاشها صبيا وشابا وهو لم يتجاوز يعني السنين التي كان فيها إماما 35 سنة، هذه الفترة عندما نتكلم عن فترة مثل هذه الفترة هي قصيرة بالنسبة لكثير من الناس، ولكنها كانت يعني مليئة بالجهاد والتضحية والدعوة إلى الله عز وجل. فهذا هو موسى الكاظم عليه السلام في سيرته وجهاده ووصولا إلى مرحلة وفاته عليه السلام الله تعالى. فأقول في هذه اللحظات التي يعني نتبارك فيها، وعندما نذكر الإمام موسى الكاظم عليه السلام يا باب الحوائج، نحن أحوج ما نكون إلى بركات هؤلاء الأئمة أن تنزل علينا وعلى المجاهدين في سبيل الله. وللمجاهدين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بحق هؤلاء الأئمة جميعا، بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، أن يفرج الكرب عن المسلمين وعن أهل غزة وفلسطين، وأن يعجل بالنصر والفرج، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وجزاكم الله خيرا لإتاحة هذه الفرصة للكلام عن سيدي ومولاي باب الحوائج موسى الكاظم عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم فضيلة الشيخ مصطفى من الأردن. فضيلة الشيخ محمد، كنا نتكلم عن خذلان الأقارب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. الإمام الكاظم في حقيقة الأمر كان يزامن هارون الملقب بالرشيد الخليفة العباسي، والخلافة العباسية في الحقيقة هي كانت ثورة على دولة بني أمية. نعم. والذي قام بهذه الثورة هم سادات أهل البيت عليهم السلام. نعم. محمد ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصب، كان يلقب بالنفس الزكية. صحيح. وأخيه إبراهيم الذي يلقب بالنفس التقية. نعم. كان أبو جعفر المنصور وغيرهم كانوا يعني تبع لهم. صحيح. فانقلبوا عليهم. صحيح. وأخذوا الحكم وقتلوهم بعد ذلك. بعد أن وصلوا إلى الحكم العلوي كان سيكون. هذه جاءت بشكل غير شرعي، ولا تأييد شعبي ولا مصدر شرعي لها، فلذلك هي تحس أنها اغتصبت الأمر اغتصابا هذه الدولة، ومع أنها ما زالت فتية فعندها خوف ورعب من أي معارض أو أي صوت ممكن أن يخرج، فلذلك كانوا يستخدمون العنف بلا هوادة وخاصة في بدايتهم. نعم. ممن وقع عليه العنف والظلم والاضطهاد الإمام الكاظم. نعم. وهم من أقربائهم العباسيون هاشميون. صحيح. في النهاية. صحيح. وإذا قلنا وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسين المهندي. نعم. ما يحدث الآن في غزة
وتخاذل كثير من البلدان الإسلامية والعربية، وهم عرب ومسلمون. نعم. بل يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد نجد في بعض البلدان العربية أنهم يحبسوا شخص، يدخلوه إلى السجن إذا رأوا يلبس الشال الفلسطيني تضامنا، بس تضامنا، لا تويتر لا يشتغل. أنا ما عندي، يعني أنا ما عندي مشكلة بهيدي بقدر ما عندي مشكلة وصلوا. على التآمر على فلسطين. بس لين وصلوا؟ هذا يعني شيء رهيب، هذا تآمر، التآمر أكبر. يعني لا تتكلم في الموضوع هذا، أنه يرسل الدعم. نعم. يرسل الدعم. اليمنيين الآن ماذا عملوا في البحر الأحمر؟ قالوا سوف نمنع السفن الإسرائيلية من المرور، أو تلك السفن التي تتجه إلى ميناء فلسطين المحتلة، موانئ صحيح. فلسطين المحتلة، بشرط، كان الشرط الأول أن يدخل الغذاء والدواء، صحيح. ثم رفعوا السقف حتى يتوقف العدوان، صحيح. تمام. ماذا فعلت بعض البلدان العربية؟ فتحوا طريق بري، بدأوا فتحوا طريق بري. نعم. عن الكيان. نعم. الصواريخ التي تستهدف الكيان يسقطوها، قاموا بعملية الدفاع صحيح. عن الكيان. نعم. طب انت ما بدك تساعدني؟ نعم. وما بدك توقف معي؟ نعم. ولا بدك تخلي حدا يقول يرفع صوته بالدعاء اقل؟ صحيح. طب انت شو خصك او شو دخلك تكون دفاع عن عدوي وعدوك وعدو نعم. الاسلام وعدو الانسانية؟ طب صحيح. اخوة شرفاء احرار تطوعوا لكي يحيوا كرامة الأمة العربية وقاموا بضرب الكيان، انت شو خصك انت تدافع عنه يا اخي؟ اذا ليه بدك ترد؟ خليك على جنب. ما يعني اذا لم ترد ان يحصل لك شرف الدفاع عن الأقصى ليه ترد؟ خليك على جنب. يعني هذا 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 مش ظلم ذوي القربى، لا، هذا أقصى. اي والله، هذا 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 قتل مع سبق الإصرار والترصد. حينما يكون الغذاء والمؤن والأمور الطبية اللازمة على باب القطاع، نعم، ولا يستطيعون إدخال زجاجة ماء، الله، وهي بدها قرار بس، افتح قرار، افتح كلمة واحدة، ولا يتحجج أحد أنه يقول لك سيتم الاعتداء علينا. يا أخي يتم الاعتداء عليك وتكون جزء من هذه المعركة هي الكبرى، هي قضيتك أصلا يا أخي، وتكون جزء من هذه المعركة الكبرى. هاي النقطة خطيرة، وين وصلوا العرب؟ أنه حسسوا الناس يعني أنه هاي القضية قضية تخص الفلسطيني فقط، الفلسطيني فقط، وهذا تقزيم لله. نعم. كانوا يقولون صراع إسرائيلي عربي. هاي أوسع إسلامي. شوي. تمام. أوسع. ولكن هي قضية شرفاء العالم. إسرائيلي فلسطيني. نعم. حتى في قنوات بعض القنوات العربية هكذا صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والبعض راح على تقزيم أكثر حماس. بس. أي صحيح. حماس وإسرائيل. للأسف. يعني طب والباقي وين؟ طب شرفاء الأمة كلها وين؟ طب انت شو إلك شرف أكبر من انك تصاب او تشارك ولو بالقليل القليل في مثل هذه المعركة؟ نعم، معركة العزة والكرامة والشرف والإباء، معركة لا جدال ولا نقاش في قدسيتها. ولنا كيف يمكن أن نرد على ما يتردد في الإعلام أن هذا صراع إسرائيلي فلسطيني؟ أن قضية محدودة، تمام؟ يعني يجب أن يعوا الناس حجم القضية، أهمية القضية. العلم الإسرائيلي، نعم، يعرفه الجميع بالشكل، ولكن لا يعي تماما حقيقة هذا العلم. نعم. هول الخطين الزرق شو معناتهم؟ النيل والفرات. النيل والفرات موجودين بفلسطين؟ لا،
وين؟ النيل في مصر والفرات في العراق الأبي. طب يعني طموحه هذا الصهيوني أوسع من فكرة فلسطين. القدة سرطانية قاعدة. طب لو سلمنا جدلا أنه فلسطين، طب ما هو أخذ الجزء الأكبر من فلسطين بالسابق. نعم. ووصل في الخريطة، إذا عم نحكي على الخريطة، ووصل أنه أخذ تقريبا الخريطة كلها. صح. ليه لم يتوقف وقتها؟ لأنه غدة سرطانية تنتشر. طب الجنوب. نعم. طمع. الجنوب اللبناني. شو دخلوا بفلسطين؟ الجولان السوري. شو دخلوا بفلسطين؟ نعم. سيناء. شو دخل؟ أرض سيناء بهذا الحجم الكبير شو دخلها بفلسطين؟ يعني التافه، آسف بالتعبير، من يظن أن الموضوع فقط أرض فلسطين أو فقط موضوع حماس وإسرائيل، وبيقول لك وبيتبجح وبيقول لك أنه حماس عم بتقاتل عن إيران والجهاد يقاتلون عن إيران وإيران لم تشارك. وين إيران لم تشارك؟ وين محور المقاومة كله لم يشارك؟ تعال نعد ونحصي الشهداء على هذا المحور بطوله وعرضه. هؤلاء الشهداء كلهم سقطوا على طريق القدس. ما كان عندهم يعني ما أنا آسف، خلينا نسأل سؤال مثل ما بيسألوا الآخر. مثل القائد الحاج قاسم سليماني رحمه الله، شو كان مجبور انه هذا الرجل يعاني معاناه طيلة حياته من بداية تاريخه العسكري الى يوم استشهاده وهو يحمل اسم القدس ويحمل معاناة القدس ويحمل هم القدس؟ شو كان الله جابره؟ بالمنطق عم نحكي منطق، ما عم نحكي بعقيدتنا نحن. نؤكد على هاي النقطة، بس نروح الفاصل شاو. حسب الإدارة. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى. مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى نرحب بكم مولانا العزيز في هذا التعب اللي تعبتوه وجيتوا حتى تفيدوا المشاهدين والأمة إن شاء الله. الله يحفظكم يبارك فيكم ويكتب أجركم إن شاء الله. كنتم تتكلمون قبل الفاصل عن مسألة ما يتردد في الإعلام، التضليل الإعلامي في مسألة إيران، وهل هي تشارك أو ما تشارك، نواياها وهل هي صادقة أو غير صادقة. ومن هذا واستشهدتم بالحاج قاسم سليماني، وفي الحقيقة الحاج قاسم سليماني هو أحد مفرزات الثورة الإسلامية التي قام بها الإمام الخميني، الذي أنا أعتقد أنه يمكن أن يشبه الإمام الخميني بكاظم العصر قبل أن تنتصر الثورة. يعني كان مثل الإمام الكاظم، سجون وتشريد ونافي وكذا. تفضلوا مولاي. شوف أخي الكريم. نعم. سمح السيد، في كل عصر. نعم. في كل عصر سنجد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نعم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. نعم. في كل زمان ييسر الله للبشرية رجل بهذه الصفات، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذا منلاحظ معنى الآية، وجاء من أقصى المدينة يعني من مكان بعيد رجل يسعى، يعني هو عم يركض، هو عم يتحمل الصعوبات عشان شو؟ يوصل هالنهج وهالفكر. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يدعو إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة. نعم. الإمام الخميني قدس سره كان يعني ما بعرف إذا يسمح أنه استشهد بحادثة رواها والدي رحمه الله لي. كان يقول لي في لبنان لم نكن نستطيع أن نجهر بالتزامنا الديني، في لبنان لم نستطيع أن نجهر بالتزامنا الديني
قبل انتصار الإمام الخميني الله. في ثورته الإسلامية. ليش؟ شكل حالة خاصة، كان في جو عام هول من هذا القوم أو هذه الشريحة، هول رعاع، هول ممنوع يطلعوا، هول 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 هول. قامت ثورة إسلامية ترفع نداء الحق وانتصرت. الأمر منه غريب، لكن ليش كانوا محطين؟ ليش؟ ما هاي مجموعة من المجاهدين الصادقين انتصرت. فإذا إن كنت أنت صادقا مع الله ورسوله سيحقق الله النصر على يديك. فكان الانتصار التاريخي الإسلامي، وممكن أن نعتبره هو تجديد لهذه البيعة الإسلامية. اليوم مع سماحة السيد القائد مدة ظله الوافر الذي استمر على نهج الإمام مفجر الثورة قدس سره، هذا النهج كله امتد عبر مجموعة من القادة، مش بس إيرانيين. يعني اليوم القادة الذين مروا على تاريخ الثورات أو تاريخ المقاومة من لبنان، السيد عباس الموسوي رحمه الله، الشيخ راغب حرب، في فلسطين الشيخ أحمد ياسين، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، الدكتور فتحي الشقاقي، يحيى عياش، في اليمن السيد الحوثي رحمه الله قدس سره، في العراق أبو مهدي المهندس، في من إيران الحاج قاسم الذي شكل يعني نقطة تحول عسكرية وأمنية لا يمكن أن تتكرر في زماننا الحالي. هذا ستكون مدرسة للأجيال القادمة. اليوم كل هذه المعاناة يقزموها بأنه مصالح إيران في المنطقة، وأنه حماس تقاتل باسم إيران أو الجهاد يقاتل. يا أخي أنت وين لغيت شعوب وبلدان ودول وتواريخ وأمجاد؟ وين لغيتها هذه كلها بشطبة قلم بس لأنه مصالح إيران؟ أي مصالح إيران؟ إيران تعاني اليوم ما تعانيه من حصار على مدى سنين طويلة. أين هي من مصالح إيران؟ أين المعاناة التي يعانيها اليوم الشعب الإيراني كما كان يعاني الإمام قدس سره الإمام الخميني؟ هي أشبه بمعاناة الأئمة والإمام القاسم عليه السلام كما أسلف. الاضطهاد والحصار والحبس الذي عاناه الإمام، ومع ذلك كان ينتصر دائما على سجانه، وكان الجميع يلتف حوله، ونشر تبليغه ودينه ودين جده رغم أنف الظالمين ورغم أنف سجانه. صحيح. فكان ما كان منه إلا أن قضى يعني عليه بالسجن. يعني 14 عام في ظلمات السجن، ومع ذلك هذه آخر فترة نوره يعني غطى الآفاق. هذه آخر فترة 15 الذي عام. حبسه من؟ هارون الرشيد. هذه آخر ما برجع. أي نعم في الأخير. آخر حبسة. هذا يعني أنتم ذكرت أن هؤلاء الظلمة والطغاة بعد لم يعد لهم ذكر. نعم. بينما أولئك الأئمة يعني صار صيتهم وذكرهم ونورهم وهدايتهم لكل العالمين وكل الأجيال. كل في يعني هل تعلم أن المأمون ابن هارون الرشيد دفن أباه أين؟ بجوار الإمام الرضا. وهذا هنا. الكلام لا يعلم به أحد إلا الخواص. نعم. اللي طالع الكتب. نعم. بالصدفة يحصل. نعم. لكن انظر كيف الإمام الرضا يعني تهوي إليه أفئدة الناس من جميع أنحاء العالم، لأنهم علموا تماما. نعم. أن الخلاص والنجاة بآل البيت. أحسنت. بتمسكهم بآل البيت. نعم. لو ما أحس. نعم. بالظلم الذي ظلمه لآل البيت. نعم. ما كان دفن في جوار وتحت. صح. أقدام الإمام الرضا عليه السلام. أحسنت. حتى ينال أو يأمل أن ينال شفاعة الإمام الرضا بما قدمه إلى ظلم على أبيه الإمام القاسم عليه السلام. قلت في قصيدة
كانت عن الإمام الرضا، وذكرت هذه النقطة جوار هارون رشيد بجوار. نعم. قلت قبران هذا جنة المأوى وذاك جهنم ما أبين الضدان. الله أكبر. نذهب إلى فاصل يا الله. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم مجددا أيها المشاهدون الكرام، ونتوجه بسؤال لفضيلة الشيخ مصطفى أبو رمان مرة أخرى. مرحبا به مجددا فضيلة الشيخ. معاناة الإمام الكاظم تذكرنا بمعاناة المجاهدين والعلماء في هذا العصر، هل يمكن أن تحدثونا في ذلك؟ تفضلوا. في ظل الظروف التي نعيش من الكرب والشدة وجهاد المسلمين ضد المتغطرسين وضد الظلمة والمحتلين الغاصبين، نتذكر في هذه الأيام كيف كان الأئمة عليه السلام على مدار التاريخ، ومنهم سيدي صاحب الذكرى سيد موسى الكاظم عليه السلام، كيف كان ضدها الظلم والطغاة والمتجبرين، وكم عانى ولاقى وصبر أمام هذا الطوفان الذي كان في عهده وفي كل عهود الأئمة عليهم السلام. غالبا كان الضيق والشدة والكرب والسجون والأذى والعذاب والقتل لكل أتباع الحق وكل أتباع الإسلام وأتباع الحرية والمنادين باتباع الحق. ففي كما في عهد موسى الكاظم عليه السلام، أتذكر الآن في هذه الأيام التي نعيش فيها جهادا عظيما مقدسا. هذا الجهاد عنوانه كان طوفان الأقصى، وهذا الطوفان يعني يمثل ما دعا إليه الإسلام بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد من هذه الأمة عزتها وقيام دينها ودعوتها لا يقوم إلا بالجهاد في سبيل الله. واليوم ثلة من أهلنا في فلسطين وفي غزة خاصة، ومن يعاونهم ويقف معهم سواء كان في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق أينما كان هذا، فذلك يمثل محور الحق والمقاومة التي تجتمع لانتصار الحق والانتصار للمستضعفين في الأرض. وهذا اليوم الحمد لله رب العالمين، في كل يوم نرى انتصارات لهؤلاء المجاهدين، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كل الناس خاصة المثبطين منهم يقولون كيف تقاتلون قوة كقوة إسرائيل الجيش الذي لا يقهر. نعم قاتلوهم أبناء غزة ومن معهم من محور المقاومة وانتصروا عليهم، وإن كانت التضحيات كبيرة فالتضحيات على مر التاريخ كانت في الأئمة وأتباع الأئمة وأتباع المجاهدين في سبيل الله عز وجل في البداية والنهاية وإلى يومنا هذا. ولا بد من هذه التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى لينصر الله عز وجل جنده، ولا ينصرن الله من ينصره. وما طلب منا في الإعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل نبذله كما بذله أئمة الجهاد وأئمة الإسلام وأئمة العلم، كما بذلوا نبذل طاقتنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ونقول ولسان حالنا جميعا يقول نحن يا قدس رجعنا لإله العالمين ومن الدين صنعنا عدة الفتح المبين. لابد أن نعود إلى هذه العدة القوية، عدة الارتباط بأئمتنا وعلمائنا والمجاهدين والصادقين منهم، ونترك المتخاذلين والمثبطين الذين لا يريدون لهذه الأمة علوا ولا انتصارا ولا جهادا ولا حرية ولا عزة ولا كرامة. بالجهاد الحمد لله نرفع اليوم رؤوسنا بهؤلاء المجاهدين الذين يرفعون رأس الأمة عزة وكرامة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بحق صاحب الذكرى باب الحوائج عليه السلام أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم وأن ينصرهم على عدوهم، إنه على ما يشاء قدير. في هذه الدقائق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا
أن ننظر إلى هدي من يقودنا إلى الخير، من يقودنا إلى الحق، من يقودنا إلى الصراط المستقيم، ولا ننظر في كلام الإعلام الكاذب المخادع الذي لا يريد للأمة إلا الخذلان وإلا الخزي والعار. يا لطيف، نسأل الله العفو والعافية. فنحن مع هذه الدعوات، بدءا بكل من دعا في هذا الزمان في هذا العصر إلى تحرير الأمة من الطواغيت وتحريرها من الجبروت وتلك الصنمية والتقليد. فالحمد لله رب العالمين أن جعل في هذا الزمان من ينقذنا بتحرير العقل أولا من الصنمية والتقليد، والعودة فينا إلى دين الحق وإلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خيرا على هذا التفكير في هذه المناسبة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في الأقصى محررة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا شيخنا الجليل مصطفى. نريد أن نروي المشاهدين إلى المسابقة الشعرية في ما يخص مناسبتها البيت وفي عشرة الفجر، وأيضا المبعث النبوي في هذه المناسبات التي تجري في هذا الشهر الجاري. هناك مسابقة شعرية تخضع أيضا للأسس الفنية والموضوعية والأدبية، وإن شاء الله يكون هناك ثلاثة فائزين، تكون الجائزة فيها زيارة لحرم الإمام الرضا عليه السلام. شيخنا العزيز، في دقيقة واحدة. أيوة. تفضلوا. في هذه الذكرى الأليمة لا يمكن إلا أن نجدد التعازي للأمة الإسلامية جمعاء. الإمام القاظم عليه السلام لم يكن إلى طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب التي نزلت على أمتنا كالصاعقة. الإمام القاظم عليه السلام كان إمام للأمة كسائر أئمة أهل البيت بكل ما حملوه من معاناة وصعوبات في جهادهم وعلمهم وتبليغهم. وإلى أن وصل الدين إلينا سليما مباركا إن شاء الله، وجعلنا الله من جيش الإمام المهدي الحجة عجل الله فرجه الشريف إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. نزور لكم إن شاء الله الإمام الرضا عليه